تواصل العدوان الإسرائيلي على أنحاء قطاع غزة كافة، وفي هذا الإطار قام الجيش الإسرائيلي بقصف منطقة رفح في أقصى جنوب القطاع، وحضرت عدة دول من بينها السعودية والأردن والكويت من أي عملية عسكرية في رفح والتي تفاقم من حجم الأوضاع المأساوية في هذا القطاع. بدون رادع إنساني أو أخلاقي أو دولي، تستمر إسرائيل في تصعيد الوضع في قطاع غزة من خلال قصف رفح في أقصى جنوب القطاع. فبعد أن اجتاحت شمال القطاع ووسطه لتحقيق أهداف فشلت حتى اللحظة في تحقيقها، تنظر إسرائيل أيضا إلى رفح التي تؤوي 1,400,000 شخص، أطفالا ونساء وشيوخا هربوا من جحيم العدوان. الشهداء في قطاع غزة يتساقطون كأوراق الشجر بالعشرات، مع إحصاء زهاء 28,000 شهيد، وسط صمت دولي مطبق لا يتجاوز التعبير عن القلق، دون أوامر ملزمة للاحتلال بوقف العدوان الذي تجاوز شهره الرابع. 4 أشهر ونيف أخرج فيها الاحتلال كل مقدوراته العدوانية للتنكيل بأهل غزة، قصفا بالطائرات ورميا بالمدفعية واكتساحا بالدبابات وتوغلا بالجنود، دمر فيه الإنسان والبنيان ولم يرحم صغيرا أو كبيرا أو امرأة. والآن يستكمل الاحتلال جريمته بأوامر من رئيس وزرائه نتنياهو بإعداد خطة مزدوجة لإجلاء المدنيين من رفح والقضاء على كتائب حماس. ومع تصعيد الاحتلال اكتفت الأمم المتحدة بالإعراب عن قلقها، وأوضح متحدثها ستيفاني دوغاريك أن المنظمة قلقة على مصير المدنيين، ودعا مارتن جريفث مسؤول الشؤون الإنسانية إلى حماية المدنيين في رفح، بينما وصف فيليب لازاريني مفوض أونروا الوضع الإنساني هناك بأنه ميؤوس منه بشكل متزايد، وأن أي عملية عسكرية لن تؤدي إلا إلى مزيد من المأساة. الولايات المتحدة بدورها أكدت على لسان خارجيتها أنها لا تدعم هجوما بريا في رفح، مشيرة إلى أن عملية كتلك قد تهدد بكارثة ما لم تتخطط بشكل مناسب. وعلى وقع خطط الاحتلال بشأن رفح، طالبت السلطة الفلسطينية الإدارة الأمريكية بإجبار الاحتلال على وقف مجازر الإبادة، ودعا نبيل أبوردينا متحدثها العالم لوقف الجنون الإسرائيلي وسيلان الدم الفلسطيني والتهجير. أما حركة حماس فقد حذرت من مجزرة في حال شن عملية عسكرية إسرائيلية في رفح، مؤكدة أنها قد تخلف عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى، وحملت الإدارة الأمريكية والمجتمع الدولي والاحتلال المسؤولية الكاملة. جرائم إسرائيلية في قطاع غزة مستمرة دون حياء أو توقف، لكنها أيضا لم تفلح في تحقيق ما تصبوه من تحرير للرهائن والمحتجزين أو قضاء على الفصائل أو تأمين لإسرائيل من أي هجمات قادمة من القطاع.